هذا المركز التجاري الضخم هو الأكبر في كانو، كبرى مدن شمال نيجيريا. جرى افتتاحه على الرغم مما تشهده هذه المنطقة من أعمال عنف متصلة بجماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة. بلغت نفقات إنشاء هذا المركز 110 ملايين دولار، واستغرق بناؤه 3 سنوات، وتدفق إلى المركز فور افتتاحه مئات النيجيريين من الميسورين ومن الطبقة الوسطى، وانتشر في المحيط عناصر أمن. ومن بين العلامات التجارية التي فتحت أجنحة لها في المركز التجاري علامة شوبرايت الجنوب أفريقية التي استثمرت 20 مليون دولار في متجرها.